لو كسر عظمه ثم عاد كما كان لا يقول أحدكم في تضارب فيما سبق. فيما سبق الشجات إما في الرأس وإما في الوجه، أما هنا العظام الأخرى. فإذا كسر عظما في بدن الإنسان فإن عاد هذا العظم كما هو فبعير، وكذلك ترقوة الإنسان إن كسرها فعادت وجبرت مستقيمة فبعير، وإن لم يعد مستقيما فإنها حكومة. فكذلك إذا كسر ذراعه وهو الذي في اليد وجبر مستقيما فبعيران، وإذا كسر فخذه أو ساقه فبعيران. في الزندان أربعة أبعر، يعني لكل زند بعيران، وهما العظمان اللذان يحيطان بذراع الإنسان. وما عدا ما سبق من الجروح ومن الكسور فحكومة، والحكومة وضحناها لكم بالمثال في المسائل السابقة. ما معنى حكومة؟ أن نأتي إلى هذا المجني وهو حر، نأتي إليه كأنه عبد، ويقال له كم يساوي وهو سليم في الكلام؟ قالوا يساوي 100. وكم يساوي وفيه هذه العلة بعدما اعتدي عليه؟ قالوا يساوي 80. الفرق 20، إذن الخمس، فيعطى خمس الديان.